خير شو صار؟ شو يعني؟ يعني ما عادت تمشي بس ما ايش ارضى، روح دفتر حالك يا تمشي سيارة ثانية. لا حول ولا قوة الا بالله. شعمي وين رايك؟ نعم. ما بدك تدفع لنا؟ العداد مسجل 40 ليرة، يعني طلع عليك 60 ليرة، اسمح لي. تفضل اخي تفضل. قسما بالله لو ما كنت مستعجل، لكن المشكلة اني مالي فاضي، اخذ واعطي معك، تفضل اخي. مهونة. مع السلامة. سكر الباب إذا سمحت. يعطيك العافية. أهلين الله يعافيك. ليش مغير خطتك؟ الله وكيلك نازل تصلي. نازل تصلي؟ ليش مطلع معك ركاب لكان؟ كلهم كم راكب لقيناهم على الطريق، انت حالي بنزلهم معي بصاي. نزل ركابك وهات وراعك بحالي لكان. شرفوا انزلوا يا شباب. لوين بدنا ننزل؟ حجزوا لنا السيارة سيدي شرفوا. يا إله العالمين صبرني على بلواي ولا تبقع لي مرارتي قبل بوقف سخيلك. سخيلك يا ربي. زين خلصنا صعود الأمي. لو سمحت بس بسرعة خلي لي اياك. تكرم عينك. حضرتك مو مذيع بالتلفزيون؟ ايه مذيع. وعندي طلعة على الهواء هلا. عفونك مش مو غريب علي. لك مو انت تقدم برنامج مع الكادحين؟ ايوه انا بذاته. بسرعة خلي لي اياك. اسمح لي اقول لك استاذ انه هالبرنامج مو في الاذن، يعني لا تؤاخذني بعزت كثير وما حبيت لك يا ابدا. ونحن هيك حاسين، مشان هيك رح نغيره كله. شو رح تسوي غيره؟ عندي برنامج جديد اسمه مع الشوفيريه. يقبلني ربك، هذا البرنامج اللي انشاف، بس الله يجبرك لا تنساني. بشو ما بدي انساك؟ من المقابلة، يعني سوي معي مقابلة بالتلفزيون. أنا شفع البكتير بحكي كتير، لساني مفوت لحد. تكرم عينك، ما عمل جهدي. اسمح لحظة لسجل لك رقم. معلش يا شباب، بعدين بتسجله، خلينا نوصل هلا. ثواني ما راح أشرح.